الشام 29/5/2012 مظاهرة في قرية جمرين بحماية كثيف الشهيد المقدم الطيار حافظ المقداد. الشام 29/5/2012 مظاهرة في قرية جمرين المجاورة لقصر الشام لحماية كثيف الشهيد المقدم الطيار حافظ المقداد. منطقة قصر الشام 28/5/2012 مظاهرة في قرية جمرين مجاورة لقصر الشام لحماية كثيف الشهيد المقدم حافظ المقداد. منطقة قصر الشام مسائيات في قرية جمرين بحماية كثيف الشهيد المقدم حافظ المقداد 29/5/2012